الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، أصحابكم خلالها محمد السداني. البداية دوما بأهم العناوين. أتمنى على الأخوة مقدمين هذا الاقتراح يعني سحب اقتراحهم. لن يمر هذا القانون والاقتراح مرور الكرام. اقتراح المديونيات بين غضبة شعبية ووقفة نيابية. ثلاثينيو التجارة للتقاعد والفرصة للكفاءات الشابة. الاستئناف تسدل ستار قضية الكويت المأساوية. تجدد دعوة استغلال فترة السماح بتسليم السلاح. إيران ما زالت راعية للإرهاب بنظر الأمريكان. وفي النشرة إطلالة على أشهر الأطباق الكويتية. لليوم الثاني على التوالي تتواصل ردود الفعل النيابية الرافضة لمقترح النيابي مقدم في اللجنة التشريعية، وتمت الموافقة عليه بما يقضي بسداد الغرامات المترتبة على المديونيات الصعبة، وهو اقتراح صادقت عليه اللجنة لكنه شكل صدمة نيابية وشعبية ولن يمر على حد تعبير أغلبية النواب. رباب الداح والتقرير التالي. وافقت اللجنة التشريعية والقانونية منذ يومين على اقتراح نيابي مقدم لسداد مديونيات المواطنين الصعبة، اقتراح صادقت عليه اللجنة لكنه شكل في الشارع غضبة شعبية وفي البرلمان استدعى وقفة نيابية. نتمنى على الأخوة مقدمين هذا الاقتراح يعني سحب اقتراحهم، واعتقد ليس لصالح المجلس وليس من صالح الحكومة وليس من صالح الشعب الكويتي من خلال الحفاظ على المال العام بالموافقة مثل هذا الاقتراح. لذلك أتمنى من الأخوة الزملاء سحب هذا الاقتراح، وإن لم يتم سحبه على اللجنة المالية عدم الموافقة في حين تقديم تقريرها لمجلس الأمة. دعوات عاشور للجنة المالية برفض الاقتراح توافقت مع دعوات مقرري لجنة حماية المال العام سيف العازمي، الذي قال حاسما الاقتراح لن يقر ولن يمر. وأنا كمقرر حماية المال العام أبشر الشعب الكويتي، وأنا تلقيت كثير من اتصالات من النواب أخواني النواب، لن يمر هذا القانون والاقتراح مرور الكرام، وإن شاء الله سوف يكون فيه رفض نيابي كبير لهذا الاقتراح. يذكر أنه فور إعلان رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب مبارك الحريص موقف اللجنة من الاقتراح، تدعى النواب للتصريح وأصدار البيانات الرافضة لمقترح قالوا عنه إنه لا يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين وسيشكل بابا لهدر المال العام. رباب بداح، الراي. حكوميا، قال وزير التجارة والصناعة عبد المحسن المدعج إن الوزارة أصدرت عدة قرارات تتضمن إحالة من أمضوا 30 عاما فأكثر في الخدمة إلى التقاعد بناء على توصية لجنة شؤون الموظفين واقتراح وكلاء الوزارة. وأوضح المدعج أن ذلك يأتي انطلاقا من سعي الوزارة إلى تجديد الدماء وإتاحة الفرصة للكفاءات من الشباب لتولي الوظائف الإشرافية وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية. محكمة الاستئناف أسدلت الستار على القضية المأساوية التي هزت الكويت في مارس الماضي، حيث أيدت حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات بحق الخادمة الأثيوبية قاتلة المواطنة سهام محمود فليطح، وتعود وقائع القضية عندما أقدمت الخادمة الأثيوبية على ارتكاب جريمة القتل بحق المجني عليها سهام فليطح بعدما وجهت لها عدة طعنات بواسطة سكين أدت إلى مقتلها متأثرة بجراحها.
على خلفية حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة مواطن عن طريق الخطأ أثناء اصطياده الطيور في مزارع العبدلي، دعت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المواطنين إلى الاستفادة من فترة السماح التي انطلقت في 22 من فبراير الماضي لتسليم ما لديهم من أسلحة غير مرخصة. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مساعد مدير إدارة البحث الجنائي والرخص بالإنابة المقدم صالح العمر. مقدم صالح، كيف تقيم تجاوب المواطنين مع الحملة التي أطلقتها الداخلية لجمع السلاح غير المرخص؟ السلام عليكم. في البداية أحب أشكر قناة الراي على دعمهم للعملية التي يقوم فيها وزارة الداخلية للتصدي لظاهرة شار السلاح، وهذا ما عهدنا أمان. نعم تفضل. اي نعم. تجاوب المواطنين مقدم صالح مع الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية كيف هو؟ الحمد لله، طبعا النتائج جدا ناجحة ولله الحمد. طبعا هذا يدل على حرص المواطنين ووعي المواطن على أمن البلاد. أنا أحب أتكلم عن القانون اللي هو حدد المهلة التي فيها 4 شهور أعفى فيها القانون كل من يبادر بتسليم الأسلحة النارية الغير مرخصة. نعم. طبعا حتى المفرقعات المحظور حيازتها خلال مدة، يعني تبدي هذه المدة من تاريخ 22/2 وتنتهي في 22/6. طيب، وهل الكميات الأسلحة التي يعني سلمت للإدارة، هل لديكم إحصاءات بعدد الأسلحة؟ اي نعم، عندنا إحصائيات، يعني بس يعني هذه الإحصائيات تتغير مع نعم مع الوقت، لأن مثل ما تشايف يعني احنا عندنا في كل ساعة الناس تيجي تقدم الأسلحة وتيجي تسلمها، يعني في استجابة طيبة صراحة. فأنا بحبيت أقول لك هذه الإحصائية بشكل سريع. نعم. بالنسبة للأسلحة، عدد 354 قطعة سلاح مختلفة الأحجام. نعم. عدد 41 قنبلة يدوية. قذائف مضادة للطائرات عدد 15. قذائف RPG عدد 4. قذائف مدفع عدد 17. قذائف هاون عدد 7، طبعا بالإضافة إلى عدد 3 صواريخ وألغام عدد 13 وقنابل دخانية تنورية عدد 6. وطبعا تقريبا عندنا بالنسبة للذخائر عندنا طن و400 كيلو تقريبا. نعم نعم. المقدم صالح العمر مساعد مدير إدارة البحث الجنائي والرخص بالإنابة، شكرا لك. وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك أكد على تنفيذ الإدارة العامة للإطفاء المشاريع المذكورة في خطة التنمية، وهو تصريح جاء على هامش افتتاحه فعاليات مهرجان رجل الإطفاء 13 والذي يشمل عروضا ومسرحيات ومسابقات توعوية. يوجد كثير من المشاريع على رأسهم مشروع كلية التدريب أو كلية تأهيل رجال الشرطة التي بدأت الآن في عملها الفعلي، كما ترون كذلك بعض الآليات حديثة جدا، البعض منها تم استلامها. لا شك أن الأمانة التي استجابه منتسب الأطفاء بجميع الجهات على حفظها في أعناقهم، والرسالة التي يخلصون بحملها وإيصالها تنبع من إيمانهم بالله عز وجل، ومن ثم تنفيذا لقسمهم الذي قطعوه على أنفسهم لحمايتكم. محافظة حولي أقامت مهرجانا خاصا بمناسبة الأعياد الوطنية لدولة الكويت بمشاركة واسعة من قبل المواطنين والمقيمين، وتضمنت فعاليات المهرجان عروضا فنية ولوحات وطنية عبرت عن الولاء والانتماء للكويت. تتزامن مع احتفالات الأعياد الوطنية، وأيضا هناك احتفالية خاصة بتكريم سيدي حضرة صاحب السمو بالقائد الإنساني والكويت مركزا عالميا إنسانيا، فهذه كلها تتزامن مع أعيادنا الوطنية
وإن شاء الله نتمنى من جمهورنا الكريم أن يكون موفق، وإحنا موفقين إن شاء الله بحفلتنا المتواضعة لجمهورنا الحبيب. في الشأن التعليمي، قال الأمين العام المساعد لشؤون الأبحاث والمعلومات في الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة وليد الكندري إن المكافأة الاجتماعية لطلبة الجامعات الخاصة ستصرف منتصف الأسبوع المقبل بعد أن تم تحويل المبالغ إلى البنك المركزي. وأوضح الكندري أن الأمانة العامة تعاني من هذه المشكلة مثل باقي المؤسسات التعليمية الحكومية. وكانت رابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا نفذت اعتصاما أمام مجلس الجامعات الخاصة تحت شعار موعد مكافأتي للتنديد بالتأخر بصرف المكافأة الاجتماعية والمطالبة بصرفها في وقت محدد. القنصل العام في السفارة الأمريكية في الكويت سارة بيلمان حثت المواطنين الكويتيين الذين ينوون الدراسة في الجامعات والمعاهد الأمريكية التقدم بطلبات تأشيرات الدخول الآن لتجنب الزحام في الطلبات الذي يحدث في فصل الصيف. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بحث مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري آخر التطورات التي تشهدها المنطقة. وكان كيري قد شارك في اجتماع ضم وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، فيما أكد خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل أن إيران ما زالت مسمى بالدولة الراعية للإرهاب. ومن جهته قال الفيصل إن السعودية تؤكد دعمها لجهود الدول الست الكبرى بالمحادثات مع إيران، ومضيفا أنه عبر لكيري عن قلق المملكة من تدخل إيران في سوريا ولبنان واليمن والعراق، وموضحا أن إيران تستولي على العراق ومشجعة للإرهاب، وأن أما الخليج يبدأ بالحيلولة دون حصول إيران على النووي. في العراق أضرم تنظيم الدولة الإسلامية النار في حقل نفطي شرق تكريت لوقف تقدم القوات الحكومية وميليشيات الحشد الشيعية تجاه معاقله. وقد تمكن الجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي من السيطرة على جسر الكرمة الاستراتيجي ومعمل تابع لوزارة الصناعة شرق الفلوجة بمشاركة طيران التحالف وسلاح الجو العراقي. وفي مصر أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا رسميا أكدت فيه على إجراء تعديل وزاري، حيث أدى 8 وزراء جدد اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس الوزراء إبراهيم محلب. وقد شمل التعديل الوزاري إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ليخلفه اللواء مجدي عبد الغفار الذي كان يشغل منصب رئيس قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية. بضيافة البنك الأهلي الكويتي شارك 79 من مشاهير العالم بالطبخ في مهرجان المأكولات الأول، والذي يقام بهدف التعريف بالأطباق الكويتية وإبرازها أمام المشاركين والمتذوقين لاعتمادها في الموائد العالمية. اليوم افتتحنا المعرض المشاهير الطبخ العالمي، وهناك 79 من مشاهير العالم، افتتاح لتعريفهم على دولة الكويت وتعريفهم على الفنادق الدرجة الأولى والمطاعم العالمية. يسعدنا اليوم نكون متواجدين هنا في هذه المناسبة تحت رعاية البنك الأهلي الكويتي. طبعا المناسبة هذه اللي هي تيست اوف كويت أو تذوق الكويت عبارة عن مجموعة من الطباخين ومن المأكولات، حبينا أن نرعاها كنوع من التجديد في المعارض اللي تقام في الكويت خصوصا بمناسبة العيد الوطني. خاتمة حمراء للأسبوع المالي، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم إلى الصفحة الاقتصادية. سوق الكويت للأوراق المالية أنهت تداولات آخر جلسات الأسبوع على انخفاض مؤشراتها الثلاث بواقع 23 نقطة للمؤشر السعري ونحو نقطة وعشرين نقطة للوزني وأربع نقاط لمؤشر كويت 15.
لاحظنا خلال هذا الأسبوع الإقبال على سهم الاتصالات فيفا، حيث قفز من سعر 820 فلس في إقفال الأسبوع الماضي إلى 880 فلس في إقفال هذا الأسبوع، أي ارتفع بواقع 60 نقطة، واستحوذ على ما يقارب 16 مليون دينار كويتي من حيث القيمة. سهم آخر أيضا نود الحديث عنه أيضا في قطاع الاتصالات، وهو سهم زين. سهم زين بدأت تداولاته في هذا الأسبوع غير محمل بالأرباح، وهو أول سهم في سوق الكويت الأوراق المالية يطبق عليه القانون الجديد، وهو قانون رقم 1 لعام 2015، الذي ينص على عدم تفسيخ السهم بعد إقرار مجلس إدارته لتوزيع أرباح نقدية. سعر برميل النفط الكويتي ارتفع في تداولات أمس 31 سنتا ليستقر عند مستوى 53 دولارا و88 سنتا. وفي الأسواق العالمية تراجع نفط خام الإشارة مزيج برنت 47 سنتا ليصل إلى مستوى 60 دولارا و55 سنتا للبرميل. معلول يستدعي ندى وفاضل، التفاصيل في الصفحة الرياضية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم إلى الصفحة الرياضية. أكد نائب مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة لشؤون الرياضة أحمد الخزعل أن أي قرارات تصدر من هيئة التحكيم الرياضية الوطنية التابعة للجنة الأولمبية الكويتية لا تعترف بها الهيئة، مشيرا إلى أن المرجع الوحيد لحل القضايا الرياضية هي لجنة فض المنازعات في وزارة العدل. هيئة التحكيم، يعني أنا حتى أكون معك صريح، التعميم هو جاء لتوضيح نقطة معينة، أنك في محكمة تعرض من جميع المشاكل الرياضية، عليه هناك مستشار أيضا تم تخصيصه للنظر في هذه القضايا الرياضية، وبالتالي احنا كهيئة عامة الشباب والرياضة نتحفظ على جميع القرارات اللي تصدر من المحكمة هيئة التحكيم، وبالتالي نحن طبعا المحكمة اللي خصصت للنظر في قضايا الرياضة هي المعنية في النظر في المنازعات الرياضية وليس هيئة التحكيم الرياضية. عقد مدرب المنتخب الكويتي لكرة القدم التونسي نبيل معلول مؤتمرا صحفيا في مقر الاتحاد، كشف خلاله عن القائمة الرئيسة التي ستخوض مباراة منتخب بيلاروسيا المقبلة خلال المعسكر التدريبي الذي سيقام في 23 من الشهر الجاري في تركيا. أبرز ما دار في المؤتمر الصحفي يستعرضه أحمد العنزي في هذا التقرير. في في احنا التشكيله هي في في شنو الجديد اللي تقدمه؟ مش الحين في شيء كثير نحب نقوله، يعني منتخب الكويت حاليا راح يختلف عن منتخب الكويت بعد سنتين، بعد سنتين اي كثير. ناخذ هالكلام هذا وعد من المدرب، اذا كان انا موجود بعد سنتين الله اعلم. استقر مدرب المنتخب الكويتي لكرة القدم نبيل معلول على القائمة الرئيسة باختيار 26 لاعبا للمعسكر التدريبي الذي سيقام في تركيا في 23 من مارس الجاري ويستمر لمدة 8 أيام. ما ننظروش للفرق، احنا انتماءات الفرق ما تهمناش احنا كمنتخب. انا مانيش هنا باش نعمل معناها اجتماعي، انا هنا انا ننظر هنا لمصلحة المنتخب، مانيش موجود باش نرضي كل الفرق. مباراة تجريبية واحدة سيخوضها الأزرق أمام منتخب بيلاروسيا في 30 من الشهر الجاري استعدادا لخوض التصفيات الأولية لنهاية كأس العالم في يونيو القادم. بدون أدنى شك أنه نترقبه، نحن حاليا فارغ الصبر، معناها القرعة اللي بيش تدوره في يوم 17 أفريل، لأنه من خلال القرعة ذيك بيش يتم معناها نعمله جدول كامل للموسم كامل تقريبا، لأنه تعرفوا أنه موسم صعب جدا بالنسبة لنا احنا وبالنسبة للكرة الكويتية. معلول انتقد نية الاتحاد بتقليص عدد المحترفين في الدوري الكويتي. هذه مشكلة خاطئة جدا وغلطة جدا. شوف أنت أحسن فرق اللي موجودة في العالم الكل من المهاجمين متاعهم أجانب، الكل بدون استثناء، يمكن فريق ولا اثنين ولا ثلاثة اللي يلعبوا الأدوار الأولى في أحسن مسابقة هي تشامبيونز ليج بدون أدنى شك. شوفهم مهاجمين نتاعهم كلهم اجانب، الفرق اللي موجوده في الخليج هنا الكل اللاعبين نتاعهم الكل مهاجمين اجانب، وعادي جدا انا مدرب فريق
أول انتداب باش نفكر فيه هو مهاجم اللي باش يخلص لي المباراة. على المدربين أنهم يشتغلوا خاصة في المراحل السنية، واللاعب الكفء يفرض روحه. اللياقة البدنية كانت هاجس معلول خلال الفترة السابقة، ومشددا مرة أخرى على أن الكرة الكويتية ينقصها الكثير. أحمد لانزي، الراي. قبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب، وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشرتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب الراي تيوب. إلى اللقاء.